بالوقت الحالي صار موضوع الإيجابية شوي يعني ما متاح عند الجميع. نعم. يعني صار الإنسان اللي يدعي أنه أكو إيجابية، أكو رفاهية، أكو إنسان يقدر يقترب من الحياة المثالية، صار هذا الموضوع عند البعض كذبة. ليش؟ لأنه طريقة التسويق إلها أو طريقة بثها أو نشرها بين الناس أخذت محورين. المحور الأول يكون كلام واقعي، يعني الإيجابية تربط مع الواقع، وناس ربطت الإيجابية مع الوهم. مثلاً الإيجابية مع الوهم كأنه تطبق تمرين وتقعد بالطبيعة وخلص، من خلال تطبيقك لهذا التمرين أنت حتتحسن حياتك وترجع تصير ريلاكس والأمور تمشي طبيعية. لما إحنا نقول نربط الإيجابية بالواقع، بمعنى أنه أنا من الحياة اللي أنا عايشها أسوي لي سيستم ونظام من خلالها أكون إيجابي، يعني أحول الطاقة السلبية بحياتي إلى إيجابية، وليس مثلاً أستخدم تمرين بسهولة ممكن يغير مزاجي أو ممكن أطبق فد هذه التخاطر أو ما شابه مباشرة حتتبدل حياتي. لا، أنا من النظام اللي عايشة، ممتاز، من الكون اللي أنا عايشة، حلو، أغير الواقع اللي أنا عايشة من سلبي إلى إيجابي. جيد، حلو، تمام. لذلك البعض اعتقد انه هي وهم او كذبه انه احنا ما ممكن نكون ايجابيين. نعم. زين فرح، اني ما راح اسالك شلون نتجنب الناس السلبيين، راح اسالك اذا اكو شخص سلبي داخل البيت اني شلون اقدر اتعامل وياه واتصرف وياه. نعم. اول شيء لازم نفهم انه كل واحد من عندنا اليوم، اني وانتو، كل فرد من عندنا عنده جانبين، واحد جانب سلبي وجانب إيجابي. يعني ما كل يوم حنلتقي بشر ونقول إنه هذا الإنسان إيجابي بشكل كامل، لأنه نعرف إنه المثالية والكمال هو لله وحده. فلازم كل واحد من عندنا يعترف إنه هو يمتلك نصفين، نصف إيجابي ونصف سلبي. كذلك اليوم أنا من أنظر لكم كل واحد من عندكم أعرف إنه عنده جانب سلبي وجانب إيجابي. فأنا حتى أقدر أتعامل ويا جانبك الإيجابي وأتجنب السلبي، لازم أعرف طريقة التعامل وياك أنت، ولازم أعرف أنه أنت إنسان بالأول والأخير ممكن تتعب، ممكن تضوج، ممكن تتحمل فوق طاقتك ضغوطات عمل، ضغوطات دراسة، فشل بالحياة وبتحقيق الأهداف. فأنا ما أنظر إليك على أنه أنت فقط لازم تكون إيجابي ومثالي ومرتاح 24 ساعة. صحيح. الطاقة السلبية، إذن الإنسان الأعلى وعياً هو الإنسان المسؤول عن احتواء الشخص الثاني.